اليوم لو عرض عليك تجنيس لإحدى الدول العربية؟ مستحيل 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 أبدا. مو لأنه فتشي ضد الدولة اللي راح تجنسها، لو أنما حب نعم. واحترامي للعراق أكيد. يعني أنا مستحيل ممكن أخذ جنسية ثانية غير الجنسية العراقية، رغم أنه صالي فترة طويلة أكثر من 8 سنين محترف برا العراق. ما أعتقد أنه فكرت بيوم من الأيام أنه أغير الجنسية، يعني مو أغير وإنما أخذ جنسية ثانية، مو أغير وإنما أخذ جنسية ثانية. بنبيع هذا البلد أنت عشقنا بعد يا قوتي.